هاد المراه قرات عليا بزاف وتعدات عليا وخرجتني من الكرة قبل الكرة، باقي ليا شهر ما كملتوش، وضرباتني هي وبنتها وتعدوا عليا نتفوني، وانا دابا راني عند الناس وديروا لي شي حل. هاد الناس هادو تعدوا عليا بزاف، ما درت لها حتى شي حاجه. انا عدي وليداتي كنخلط كرايه كنجي في الوقت ما كنتعطل ما حتى شي حاجه. تعدات عليا وقالت لي تخرجي ليا من بيتي باغا نكريه. قلت لها انا باقا ما لقيتش الكره. قالت لي ضروري تخرجي ليا باغا نكري بيتي، ما بقيتش باغاك تكري عندي، انت هي كتسحري وكديري وكديري وكديري. قلت لها انا ما كنسحرش انا على الشيطان. قالت لي لا غتخرجي، انا باغا ما بقيتش باغاك تكري عندي. ندادت معايا كلمه الفوق كلمه لتحت، بقات كتضرب فيا. جات هي وبنتها بقاو كيضربوا فيا. قلت لها انا ما خارجاش دابا، ومن جيت بقيت كنتشكى. جاو الجيران فكوني خرجوني، جابوني عند واحد الناس بركوني. ودابا انا بغيت شي واحد يجيب لي حوايجي من تما كينيا، راني عييت. هذيك المراه قهرتني ونتفتني وما خلات اللي ما خلاتوش فيا، كلي مضروبه كلي مضروبه كلي مقموشه. قالت لي تليفون وطوانق وسنسلة ديال الذهب. قالت لي قشفرتيهم ليا، وانا راه خرجت من عدا بجلابتي، تديت بيتي وخرجت من عدا بجلابتي، ما خديت ما حتى شي حاجه. تليفوني وورقيه ديال ولدي ديال السبيطار مريض نفساني كلهم بقاو في دارها، انا ما خليت ما ديت ما حتى شي حاجه. كلشي بقى تما كيتديت عليا. قالت لي ما حتى شي واحد ما يدخل ليا البيت. ديكلاريت البارح من ورا العشاء، ومشيت عندهم الصباح قالوا لي الصباح مع التعود. مشيت درت شهاده طبيه ومشيت عندهم، قالوا لي ما خدامينش، قالوا لي حتى النهار اثنين صافي. وانا جالسه دابا كنتسنى القضاء ينزل عليا، وكنطلب من سيدنا يدير لي شي حل. انا غير كنسعى وكنعيش وليداتي، ما هادني حتى شي واحد. والديا كبار وخوتي ما بغاونيش في الدار. انا جالسه دابا مع وليداتي كاريه واكله شاربه مع وليداتي، وكنخلص كرايه، وهاد المره تعدات عليا. يديروا لي شي حل، انا بغيت شي حل يدار لي في هذا الوقت هذا. انا محتاجه بزاف، انا ما عنديش اللي يمد لي حتى درهم، وما عنديش اللي يجيب لي حتى خبزه. انا تقهرت، حقراتني بزاف، انا عييت وتقهرت وما تلاش حملت هذه العيشه. انا كنقول للمسؤولين يديروا لي ياخذوا لي حقي من هاد الناس، انا بغيت انهم ياخذوا لي حقي. انا تقهرت تلاش قادره. علاش ما هي غادي دير لي صداع وغادير لي المشكل، ما غتخليكمش تدخلوا. اول حاجه غتقول لي انت ضربتيني وانا ضربتك، ودارت شهاده طبيه وتهمني بهذاك الشيء اللي دار لي راجلها. هي ضربها راجلها وشدات شهاده طبيه بلي انا اللي ضاربها، وانا ما ضاربهاش. قالت لي ضربتها بالكوكوط، وانا ما ضربتهاش بالكوكوط. وانا بيتي راه كيما مسدود كيما غتبغيتو تمشيو تشوفو، ولا خلاتكم كيفاش تمشيو تشوفو راه غتشوفو بيتي كي داير. دخلت عليا لبيتي وتهجمات عليا هي وبنتها وضربوني. شوفوا حالتي كي دايرها، ها راسي كله فرقع عليا من هنا. كلشي هادشي كانتني هي وبنتها، تعداو عليا بمعنى الكلمه. انا بغيت ربي يشوف ليا يديروا لي شي حل، المسؤولين يديروا لي شي حل. انا عييت ما تليتش قادر. بغيت المحسنين يعاونوني على الكرا، انا ما تليتش قادر. شوفوا يديروا لي شي بونس نولي نتخلص ولا شي حاجه، حيت عندي جوج وليدات وما تليتش قادر عليهم، ما عنديش اللي يعاونني عليهم. والله ينصر سيدنا. انا شاهده، مشينا صيفطت لينا الدري قال لينا اجي وراه كتقشر في ماما هي وبنتها. مشينا حنايا اللي خرجناها، لقيناها ناتفه هي وبنتها من شعرها، كيضربوا فيها حابسينها في البيت وكيضربوا فيها، كرفسوها. ملي مشينا دخلت هي حاشاكم الطواليط، خرجنا حنا المراه. ملي بغينا نخرجوا المراه قالت لك ما تخرجوهاش حتى نقتلها. هذا هو اللي غنقولوا، تعدات عليها وسيمانه هذه وهي دايره لهاد المراه هكا، كتقول لها ما تصبنيش ما تغسليش الماعن ما تديريش، كتطفي عليها الضو، دوزت عليها العذاب. هي الشهر باقا ما كملاتوش مخلصاه لها، كتقول لها تخرجي. سيمانه وانا كنقلب انا وياها على الكرا، باقا ما لقاتش الكرا باش تكري. هي غير كتطلب مسكينه في الجوامع وكتجيب ولدها مريض مرض نفساني.